Отцы и братья, отец Игумен сказал, что сейчас игумен проводит беседу с отцами. Как часто проходит такое общение? По каким поводам? Как это происходит? رئيس الدير هو بيستطاع عموما بيتقابل مع الرهبان بتوع الدير كم مرة يعني امتى وهل في مناسبات معينة يعني ما المناسبات وامتى بيقابلهم يعني عموما اجتماعات هو سيدنا عندنا هنا رئيس الدير عايش في وسطنا وهو اللي بيقود مجمع الصلاة كل يوم فبيشوف غالبية الآباء يوميا بيزور مش هو مجامع الصلاة الربانية بتاعتنا هو لما بيكون موجود في الدير اغلب وقت طول الاسبوع هو اللي بيقود مجامع الصلاه. اون استقدام خودي السلسله دي ناس اي اون كاش دي دين اون بروفودي تسنامي مليفه كبدا اون اون خود سمانستري اون ليش نسام بروفودي كاش دي دين مليفه. سن 84 سنه ما زال عايش حياه المجمع في وسط الرمضان. اون ايميل غوسي مسجتيري غوردا نو اون ديبيوت كاك نو صلاه القداس الاسبوعيه كل حد هو اللي بياخدها في مجمع الدير بالكامل اون بس كريسني الليتورجيا اون سام سوبر بودي الليتورجيا وفي اجتماع روحي قاعزه روحيه او تعليم روحي كل 15 يوم اسبوع اي كاش دي 15 دني ايست سبيسالنا دوخوفنا такая беседа или духовная встреча определенной темы. ولو في اي حد ليه اي استفسار او عنده محتاج اي ارشاد او اي تدبير بيروح له في اي وقت باب مفتوح للكل. И его дверь открыта все время у любого, у кого есть любой вопрос, любая проблема, он может в любой момент к нему зайти. هو الاجتماع دلوقتي طبعا هم بيقولوا لا الاجتماع مش دلوقتي هي دي في اباء عنده مرتبطين بشغل معين